أخبار اليوم. أنا شفت فيلم اللي هو مع هاني رمزي، كان عامل دور قاضي في أريد خلع، مش أريد خلع، كان المحامي خلع، ما خدش بالي منه، ما يعني ما لفتش نظري أو ما أنا ما ركزتش. بعديها على طول شفته في دور تاني مع أحمد حلمي، أنا اتبهرت بالخال ورحت شايف محامي خلع، قلت بهرت بيه تاني، قلت له ازاي ما خدش بالي. وكان بالصدفة عندنا مشكلة خطيرة ان احنا نلاقي دور رجل اولا مناسب سنه مع احمد السقا، ثم يبقى غول قدام احمد. فكان في قابلت هشام سليم، قابلنا ناس كتيرة، للأسف ما حصلش نصيب. فانا بعد ما شفت الحاجتين دول فوق، انا رحت المكتب على طول عند طارق عريان، قلت له على فكره انسى الموضوع، كان بيعملوا كاستنج يعني بيقابلوا ممثلين يعملوا الدور. قلت له خلاص الموضوع انتهى، مفيش الا خالد، ما انا مش عارف اسمه كان، قلت له ما هذا الشخص، قال لي ده خالد صالح، وعلى فكره بالصدفه كان عامل كاستنج بس ما كانش اتقبل، ما اعرفش ليه الفرق السن الله اعلم. قلت له اوفر ما يبدد بادي انه مش هيعمل فيلم، يعني على جثتي ضروري يشتغل هذا الفيلم. وفعلا خدناه في الفيلم وعمل العبقريه اللي طلعت منه، اللي احنا كلنا اتبهرنا ان هذا الشخص يطلع منه ده. طب كان فين من سنين طويله؟ انا خالد اتلمع للاسف في 10 سنين الاخيره، وده يعني شيء غريب جدا. هذا النجم كان نجم من يوم ما اتولد اكيد، لكن للاسف لم يكتشف سبب غلطتنا، غلطه مين، الا اخيرا. ومن ساعتها حتى الان اصبح نجم في كل الافلام اللي احنا عملناه له، حتى الافلام الكوميدي، حتى الافلام الاكشن، حتى كله، حتى الافلام اللي عملها مع السبكي ومع الغير ومع الغير، عمل افلام عبقريه. اخيرا فيلم الجزيره 2، يعني شريف عرفه لما قال لي هتجيب خالد، انا قلت له مش معقول، مش هيرضى، الرقم اللي فاضل قليل جدا على نجم كبير زي ده. قال لي لا هيرضى ان شاء الله، وفعلا رضي وعمل دور عبقري، هتشوفوه ان شاء الله كلكم من احلى ادواره. الله يرحمه ويحسن اليه. بس بصوا يا جماعه، انا مش قادر دلوقتي اقول لكم شعوري ايه، شعوري انا مش عارف، يعني حزين حزن ان هذا الشخص مش هشوفه تاني. انا مش مصدق، استغفر الله العظيم، يا ربنا ما يوريها لحد. الوفاء والموت لحد بتمني الصعب، مهما حاولتي تمسكي نفسك، مهما حاولتي تمسكي اعصابك، مهما كان ايمانك بالله.